استاذ محمد اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ فضل ونعم الحمد لله. والله انا هستفسر عن حاجه بس بعد اذن حضرتك. اتفضل اتفضل. عندي اخ المدام كان معاه ثلاث ولاد. ولدين وبنت. وكان متجوز واحده طبعا من الصعيد من الارياف، هو اصلا من الصعيد. طيب. وحصل خلاف وجيهم قعدوا في اسكندريه شويه. وساب هي طبعا مع العيشه وكلام من ده ما عرفتش تعيش. خدت العيال في الشارع وراحت رميهم ومشت. طبعا احنا صلحنا الموضوع وكلام من ده وجبناها تاني ورحنا لاهلها وكده وجبناها تعيش معانا تاني برضه. قالت لك انا مش عارف اعيش في اسكندريه، انا عايز اعيش في الصعيد. ماشي. خد لها برضه سكن عنده في الصعيد هناك. ونفس القصه اللي عملتها في اسكندريه عملتها هناك برضه. يعني رمت عيالها الثلاثه، يعني اثنين توأم كان عندهم كل واحد سنه والثاني عنده سنتين. طبعا انا مراتي كانت في الصعيد. اما قعدت في الصعيد حضرتك قالت لي انا هجيب البت معايا عشان ما فيش حد هيربيها وهنا. قلت لها هاتيها. البت دلوقتي عندي في اسكندريه بقى لها خمس سنين معايا وهي عندها سنه. ودخلتها المدرسه هنا وظبطتها وعايشه معايا وما فيش اي مشاكل الحمد لله رب العالمين. بس هو مع اختلاف مع زوجته مع زوجته. فين السؤال؟ السؤال حضرتك انا حرام ان انا بربيها دلوقتي، يعني حرام ان انا واخدها وبربيها وبراعيها عندي. مش ابوها مش ابوها موافق على ده وامها متخليه عن؟ اسمعني بس اسمعني يا استاذ محمد. مش ابوها موافق على تربيتك ليها وامها متخليه عنها؟ ايوه يا فندم. هما الاثنين غلطانين وهيتحاسبوا امام الله. انا عليا ذنب؟ اسمع بس يا حاج محمد بس. اتفضل. انت معلكش ذنب خلاص، اذا كان ده سؤالك فانت معلكش ذنب. ايوه يا فندم. لكن هم مقصرين ومضيعين بنتهم. ايوه فاهم. فاذا كنت انت بتسهل لهم الكلام ده، بمعنى ايه اللي انت بتسهل لهم الكلام دوت؟ يعني انت لما هم بيطلبوها عشان يربوها بتقول لهم لا سيبوها عندي ده انا اتعلقت بيها وكده؟ لا 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 لا، اللي عايز يجي يشوفها يشوفها، لا مش مانع حد. لا مش مساله ان هم اللي عايز يجي يشوفها يشوفها. انت لازم تكلمهم ان هم يتقوا الله سبحانه وتعالى ويربوا بنتهم. أيوة. ويربوا بنتهم بينهم. ايوه يا فندم. انت عندك اولاد يا حاج محمد؟ عندي اربعه. كويس، فانت دلوقتي البنت دي الافضل ان هي تتربى ما بين ابوها وامها. ايوه. هو المساله مش انك انت تقول لي الفتوى هو ده حلال ولا حرام، فاقول لك لا مش حرام عليك ان انت تربي حد، بالعكس انت راجل بطل ربنا يجعله في ميزان حسناتك. لكن انا لازم اقول لابوها وامها اتقوا الله، ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول. ايوه فندم. هتقول لي هم دلوقتي هي في تربيتي ليها ضياع، اكيد تربيتك ليها ايه اخف الضررين. أيوة. لكن هم الطبيعي ان البنت تتربى ما بين ابوها وامها. أيوة. ده احنا الاطفال اللي هم كريم النسب بنوجد لهم اسره في الاسر الكافله عشان الاولاد الطبيعي ان هم يتربوا في اسرتهم ما بين ابوهم وامهم، فلازم يبقوا في اسره. هم دلوقتي البنت عندك دلوقتي ده في حالة استثنائية لأن أبوها وأمها عايشين. أنت متفكر يعني هي ممكن تحبك وممكن تحترمك أنت وزوجتك، لكن أكيد هتكون عندها حقد وضيق وعندها غضب من أبوها وأمها إن هم تخلوا عنها. فإحنا ما بنشجعش الآباء والأمهات إن هم يتخلوا عن أولادهم، ده يبقى حرام. التخلي عن الأولاد حرام وكبيرة، فلازم نتقي الله. ولذلك ليه كبيره حضره النبي قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول وان تضيع المراه من تعول، فانتوا حرام عليكم ايها الاب والام حرام عليكم. اما انت يا حاج محمد ربنا يبارك لك وربنا يجعله في ميزان حسناتك، بس كمان عشان تكمل جميلك خلي فوق الاب والام دول ان هم يروحوا ويضموا بنتهم اليهم ويتقوا الله سبحانه وتعالى فيها. نعم.